يعني ها الادوات القتل والاجرام والنظام اللي كان يضرب على الناس تحولت من ادوات قتل لادوات باب رزق ومعيشه للناس جميعا. انا بشتغل بهذا المكان من 4 5 سنوات، نحن اساس شغلنا بوقتنا ببلدنا الخرضوات. اجينا هون اشتغلنا بالخرضه، يعني جتنا شغله جديده، موضوع القذائف، النظام يضرب قذائف صواريخ على الناس معظمها ما تنفجر، الناس الشيء لو تبين اياها. صرنا هلق مثلا نعرف قذائف الجراد، صاروخ الجراد، قذائف هاوين، صاروخ حرب الرشاش، ايه قنابل عنقودية، صواريخ حاضني، مظلات، هيك والله تجينا اشكالها ملونة. Thank you.